في اليونان في قلب إقليم أتيكا تتربع المدينة الأكثر تألقاً أثينا. قدر لها أن تكون مدينة عظيمة عملاقة ستجعل من شبه الجزيرة اليونانية أحد مهود الحضارة الغربية. يمكننا القول بطريقة أو بأخرى إن أثينا هي اليونان. صمم اليونانيون آلات مذهلة أحدثت ثورة معمارية وشيدوا أحد أجمل أماكن الصلاة في العالم، البارثينون. 22 ألف قطعة رخام، ما وزنه 100 ألف طن. وأصبح هذا مكان الصلاة الرائع وموطناً لنصب مبهر لأثينا، يرتفع أكثر من 10 أمتار ذهباً وعاجاً، حيث غطي بأكثر من طن من الذهب. إنه ليس نصباً، في الحقيقة إنه مصرف. تجسد أثينا عالم اليونان القديم، ذاك العالم الذي وضع أساسات الديمقراطية منذ 2500 عام. كان هذا يحدث أيضاً في ساحة الأغورا بمجرد اختراع الديمقراطية. فلنكتشف من خلال هذه المباني العظيمة حضارة مذهلة استمر إرثها آلاف السنين، وكان ميناؤها بيريوس من الأكبر في العالم الغربي. ميناء صغير لصيادي السمك استطاع فجأة إيواء 200 سفينة حربية. بعد انتصار أثينا على الفرس في معركة سلامس البحرية أصبحت المدينة الأولى في العالم وأثرت على أكثر من 200 مدينة أخرى. بنت أثينا أول مسرح في العالم ليصبح منارة للعالم، مسرح ديونايسوس. كانت المدينة موطناً لعباقرة، رواد النحت والرياضيات والفكر والأدب والفن. فلنكتشف معاً القصة الحقيقية لأول مدينة كبرى في الغرب، أثينا، كما لم تروها من قبل. أثينا وإقليمها مع ميناء بيريوس الشهير أصبحت أعداد سكانها اليوم 3,700,000 نسمة، مساحتها 428 كيلومتراً مربعاً. هذه المدينة العالمية أكبر مدن اليونان، يسكن فيها ثلث السكان. ميناء بيريوس من الموانئ الرئيسية في التجارة الدولية والأكبر للركاب في أوروبا، إذ يستخدمه أكثر من 800,000,000 مسافر في السنة. أثينا إحدى أولى الوجهات للسياح الأوروبيين، وبما أنها إحدى أقدم الدول في العالم فهي لا تكف عن إذهالنا. إذن كيف بدأ كل شيء؟ تبدأ القصة بهضبة بسيطة في أتيكا. يشكل هذا النتوء الصخري ملاذاً طبيعياً لمن يلجؤون إليه في أوقات الخطر. بنوا حصناً صغيراً هناك ليدافعوا عن أنفسهم بشكل أفضل. حول صخرة الأكروبوليس عليك تخيل مجموعات مختلفة من الناس الذين ندعوهم المجموعات القبلية. حياة بدائية تعتمد على الزراعة وتربية المواشي بين قرى صغيرة قليلة. في العصر البرونزي كانت هذه المنطقة جزءاً من الحضارة اليونانية الموكيانية، حيث الأمان مصدر قلق كبير، فأحيطت صخرة الأكروبوليس بجدار سمكته 3 إلى 4 أمتار بطول 310 أمتار وعرض 125 متراً. هذه هي المصطبة التي أقام الملك عليها قصراً كبيراً. لم يتبقى منه شيء تقريباً، لكن من الممكن أنه يشابه قصر كنوسوس الموكياني الذي يبعد عنه 350 كيلومتراً في جزيرة كريت. لابد من أن هذا القصر الموكياني كان يشابه القصر المفقود في أثينا. يمكننا تصور أن حجارته كانت مجمعة بشكل عشوائي. كانت الحضارة الموكيانية أول حضارة يونانية كبرى تميزت بعمارتها المحصنة وخاصة الجدران العملاقة التي تشكل القصر، ونسمي هذا النمط بالبناء
السيكلوبي. ألوان الجدران والأعمدة زاهية، بذلوا جهداً كبيراً مع هذه الألوان والزخارف. تصور كل الجداريات مشاهد من الحرب أو الصيد. لكن كانت في أثينا مسألة مهمة: ماذا عن المياه؟ بنى السكان الأوائل بئراً مذهلة، حفروا 34 متراً وبنوا درجاً خشبياً ضخماً ومنصة للوصول إلى المياه الجوفية، لكنهم فشلوا وانهار الصرح الضخم عليهم بأكمله. كانت محاولتهم الثانية أفضل، حفروا عدة آبار صغيرة بعمق أقل من 3 أمتار، ضحلة وآمنة، جدار وبضعة منازل وآبار وبعض المقابر. لم يكن ذلك كافياً لتستحق مكانة مدينة، لكن ذلك سيحدد الخطوط العريضة الأساسية. اختفاء الحضارة الموكيانية أمر غامض جداً، أشك أن السبب كان حركات التمرد الداخلية. لكن قصر الموكانيين اندثر ولم يتبقى من الأكروبوليس إلا جدرانه. تطورت القرى الصغيرة إلى قرى متفرقة تسهل مهاجمتها، وللعيش بشكل أفضل عليها أن تتحد. سيستغرق هذا 600 عام، ولكن اتخذ القرار، ستندمج لتصبح مدينة موحدة بنفس القوانين والواجبات والعقائد. بحلول العام 800 قبل الميلاد وجدت أثينا بشكل رسمي، وهذا التوحد الطوعي لسكانها سيغير كل شيء. بالطبع في الزمن القديم كانت كل المدن تحت حماية إله. تبعاً للأساطير كان هناك إلهان يرغبان في السيطرة على المدينة ومنطقتها: أثينا آلهة الحكمة والحرب، وبوسايدون إله البحر. كان الأمر متروكاً لتجمع الآلهة ليصوتوا لمرشحهم المفضل، لكن زيوس رفض أن يختار ما بين ابنته وشقيقه ولم يدلي بصوته. فازت أثينا بفارق صوت واحد فقط، وهكذا أصبحت أثينا أم وآلهة المدينة، المدينة التي كانت أجمل حرم مقدس لها. خلال العصر الحديدي وتحت حماية أثينا، أتيح للمدينة أن تتطور حقاً. الأكروبوليس، الهضبة المقدسة والملاذ الطبيعي، كانت نقطة البداية للتطور. يغطي النتوء الصخري مساحة 270 متراً ب150 متراً، وترتفع 156 متراً عن سطح البحر. وكانت بداياتها مقدسة ببناء ضريح مخصص لأثينا يتضمن مذبحاً ومكان صلاة ونصباً. استمروا غالباً باتجاه الشمال بالأغورا، وهي مساحة عامة كبيرة يجتمع فيها الناس لحل مشاكل المدينة. عند أسفل التل بدأ إنشاء المتاجر والمناطق السكنية. لا تزال أثينا القديمة صغيرة للغاية مقارنة بهذه المدينة الكبيرة، فهي تحتل بين جدرانها كيلومترين فقط من الشرق إلى الغرب، وأقل بقليل من الشمال إلى الجنوب. عاش بعض الناس ضمن المساحة المقدسة، وكانوا غالباً من النخبة، لو أخذنا بعين الاعتبار الثروات عند المقابر في الأكروبوليس. ومن المنطقي أن نفترض أن التعداد الأولي للسكان كان 4000 فقط، من دون غرباء حينها مع القليل من العبيد. ظهر الحديد الآن في المدينة، وسر الفلاحون بامتلاك الفؤوس والأدوات المعدنية وفرصة للإنتاج وكسب المزيد. كان المجتمع في أثينا ما يزال مرتبطاً بالزراعة. كان يحكمها الأرستقراطيون، وهم أغنى ملاك الأراضي. لكن بقيت مشكلة كبيرة لم تتغير في القرنين 8 و7 قبل الميلاد، وهي مشكلة المياه. تزايد عدد السكان فازدادت الحاجة إلى المياه. إنه بلد حار وجاف، وأنهار المدينة الثلاثة ليست كافية. كان هناك حلان ممكنان. الأول هو الآبار الموجودة منذ الزمن القديم، والثاني كان جمع مياه الأمطار في أوان نصف مدفونة مبدئياً، ثم جمعها في خزانات كبيرة على شكل تلك الأواني،
خزانات أسفل الأرض على شكل زجاجات عملاقة. قطر فوهتها أقل من متر بعمق مترين أولاً، ثم يزداد إلى 3 أو 4 أمتار. لم يتوقف السكان عند ذلك، بعدها بدأوا بربط عدة خزانات مع بعضها بقنوات. أغنى العائلات كانت تملك 4 أو 5 منها، لكن حتى هذا لم يكن كافياً للسكان جميعاً. ظل الناس مفتقرين للماء. كان الناس بحاجة إلى الماء، وعليهم أن يجلبوه من مكان بعيد يتوفر فيه بكثرة. كان الحل بناء قناطر كبيرة تجلب المياه إلى قلب المدينة. كان في إمكانهم بناء قناطر جيدة جداً طالما كان التدفق يعتمد على الجاذبية. استلزم الأمر وجود منحدر مستمر من البداية إلى النهاية حتى يتمكنوا من جر المياه من مسافة 10 أو 15 كيلومتراً من المدينة. هنا في الزاوية الجنوبية الشرقية من الأغورا تنتهي القناطر. هذا المكان الذي يظهر بقايا نافورة رومانية هو بالتأكيد مكان أول مبنى توفرت فيه المياه الجارية مجاناً للجميع. النافورة ذات 9 صنابير هي أول نافورة عامة في العالم الغربي. تبدو النافورة كبناء عادي مساحته 120 متراً مربعاً. يتضمن غرفة رئيسية تحددها 3 أعمدة دائرية وتحيط بها غرفتان أصغر منها. تتدفق المياه باستمرار إلى حوض من خلال 9 فوهات ذات شكل رأس أسد. نافورة إنياكرونوس هي أول نافورة عامة في أثينا. تلتقي فيها النساء ويكون صداقات أثناء ملء الجرار بالماء. كان بناء تلك النافورة التي جلبت المياه من الجبل إلى قلب أثينا في ذلك الزمان قمة الحداثة. لم تجلب المياه إلى منازلهم، لكن كان أمراً مبتكراً لأنك لم تعد في حاجة لبئرك أو خزانك الخاص، وتوفرت المياه المجانية للجميع. على الرغم من أن بناء الأغورا قد بدأ تواً، إلا أنها اعتبرت ساحة عامة، ومن الطبيعي أن توضع أول نافورة في المدينة هناك. في القرن 6 قبل الميلاد، كان البارثينون لا يزال مكاناً مقدساً. أسفل البناء الحالي لدينا دلائل على وجود مكان صلاة قديم. لطالما كان هناك مكان صلاة على الأكروبوليس، وعلى مر التاريخ دمر وأعيد بناؤه مرات عدة. لبنائه كان عليهم بناء منصة مساحتها 2 كيلومتران مربعان وتسويتها وملؤها، ثم جلب 8000 متر مكعب من أحجار الجير. يزن الحجر 2 طن وسطياً. كان مكان صلاة بسيطاً بأعمدة بسيطة، لكن حجمه مذهل. 1570 متراً مربعاً مع 6 أعمدة من الأمام و14 على الجوانب. لابد من أن أقدم مكان للصلاة الذي لم يبقى منه إلا الأساسات يبلغ طوله 75 متراً وعرضه 30 متراً، أي أكبر بكثير من البارثينون الذي نعرفه. لكن مع نمو المدينة تزداد فيها الاضطرابات الاجتماعية. ففي القرن 6 قبل الميلاد كان الاستياء يتزايد، حيث أجبر الفلاحون البسطاء على العبودية بسبب الديون. بدأ سكان أثينا يشعرون بالتعب من الطغاة الذين وصلوا إلى السلطة. من الواضح أن هذا التوتر الاجتماعي يأتي من أفكار الفلاحين القلقين على حريتهم، لكنهم أحدثوا تأثيراً كبيراً لأن أعدادهم تفوق أعداد الملاك الأغنياء. بمجرد طرد الطغاة من أثينا، احتاجوا إلى حكومة من نوع جديد في المدينة. لم يثقوا بالعائلات الأرستقراطية القديمة التي سببت كل المشاكل، فابتكروا نظاماً جديداً تحدد فيه مكانتك في الولاية بحسب قبيلتك بدلاً من عائلتك، وسمح ذلك للجميع بأن يكونوا متساوين أكثر في المشاركة بالحكم. يعود الفضل إلى القاضي العظيم كلايسثينيس في إعادة تشكيل أسس النظام الجديد. كلايسثينيس من عائلة أرستقراطية مهمة جداً، وهو شخص سمح للشعب بالاستحواذ على جزء من السلطة.
منذ 2500 عام، بزيادة عدد المواطنين الذين بإمكانهم التصويت، اخترعت أثينا نظام المستقبل الجديد الديمقراطية. يمكن رؤية التغيير حتى في توزيع المدينة. نقلت الأغورا حيث كان الناس يتناقشون إلى سفح تل يدعى كولونوس أغورايوس، وجلبت الإصلاحات معها أبنية جديدة من أطراف المدينة. أعاد كلايستينيس تشكيل القوة السياسية الموثوق بها إلى هيئتين، إلى مجلس يسمى البويال. كان يعقد مجلسهم في مبنى مدني مربع طول ضلعه 23 متراً. كان هناك ما نسميه مجلس الشيوخ، كانوا يدعونه البويال أو البولي، وسمي المبنى الذي ضمهم البوليتيريون. وكل عام يتم اختيار 500 مواطن من أثينا ليشغلوا المجلس مدة عام فقط. إلى جانب هذا البويال يأتي شيء جديد كلياً، مجلس الشعب أو الإيكاليزيا. بما أن المجلس يصنع القوانين، تبدأ الإيكاليزيا تدريجياً بالتصويت عليها، وهذا يعني أنه شيئاً فشيئاً أصبح لدى الناس بعض السلطة على المؤسسات. لم يعد التصويت حقاً للأغنياء وحدهم، بالرغم من أن المصوتين لا يزالون يمثلون 10% من السكان فقط. كان السكان يجتمعون كل 10 أيام للموافقة أو التصويت على ما وافق عليه مجلس الشيوخ. كان هذا يحصل أيضاً في ساحة الأغورا بمجرد اختراع الديمقراطية. كانت القوانين والمراسيم تجهز على أوراق البردي أو على ألواح خشبية بيضاء. كان أرشيف المدينة يخزن في البويال. توجد بقايا وهي بالأغلب أساسات، لكن لدينا وصف يخبرنا أين يجب أن يكون، ولدينا مبنى مربع كبير على مسافة 30 متراً من الجانب، ويبدو كبيراً لاحتواء الأعضاء 500. كانوا هم الذين تم انتخابهم تلك السنة، وفي إمكان أي مواطن ذكر أن يكون عضواً في البويل. لا نساء ولا غرباء ولا عبيد بالطبع. الأغورا الجديدة هي أيضاً موطن لبناء جديد في المدينة، الثولو. يتمتع بشكل دائري مع 6 أعمدة مركزية. يتضمن هذا المبنى نار المدينة المقدسة، كما أنه يستخدم كسكن للسفراء الغرباء. وحتى إنه يحوي مطبخاً ليقدم إليهم عشاءً رائعاً. وهنا يتم التكريم العام وتوزيع الأوسمة. في القرن 5 قبل الميلاد واجهت أثينا خطراً مرعباً، الإمبراطورية الفارسية العملاقة. إما أن تخضع لها وإما أن تقاومها. تجرأت أثينا على مواجهة الفرس وقادت اليونانيين للنصر في معركة ماراثون. ومع ذلك كان ثيمستوكليس الذي انتخب مؤخراً كرئيس للدولة يخشى من أن السلام لن يدوم، وكان الحل الوحيد هو وصول أثينا إلى البحر. ولدت قوة أثينا البحرية على يد رجل واحد، ثيمستوكليس، الذي أصر على بناء أسطول بحري. كان لديه نظرة بعيدة المدى، وكان رجل دولة حقيقياً، وبنيت قوة أثينا بالكامل طيلة القرن التالي على أسطولها. في تلك الفترة لم يكن لدى أثينا إلا بعض القوارب التجارية. قدمت منطقة بيريوس أفضلية الوصول عبر 3 معابر إلى الأراضي المحيطة. قوى ثيمستوكليس وطور هذا الموقع. بيريوس هي منطقة طبيعية لأنها تحوي هضبة قابلة للتحصين، كما تحوي 3 موانئ محمية ممتازة، ولا تبعد إلا 7 كيلومترات عن أثينا. لم تكن بعيدة ولا قريبة للغاية، فكانت هناك أفضليات عدة لاختيار الأثينيين لبيرايوس في تلك الفترة. لم يعلم اليونانيون إن كان الفرس سيعودون أم لا، وكان الأثينيون محظوظين لأنهم عثروا على كميات كبيرة من الفضة في العام 484 قبل الميلاد، وأقنعهم ثيمستوكليس ألا ينفقوها فحسب، بل يستثمروها في 200 سفينة. وعندها قسمت بيريوس إلى قطاعات عدة، مع إعطاء أهمية خاصة للميناء العسكري بأحواض بناء السفن الخشبية وأرصفة المجاري المائية. تموضعت السوق الدولية غرب الميناء العسكري.
الأمبوريون بأقواسه الخمسة كان منطقة مغطاة من أجل التجارة والمعاملات التجارية، كما استخدم للتخزين. توجد هناك صومعة الحبوب التي تعرف باسم الرواق الطويل، حيث تخزن الحبوب المستوردة. البورصة البحرية المعروفة باسم دجما هو المكان الذي كان يعمل فيه المصرفيون وسماسرة الأوراق المالية، وبالقرب هناك المنطقة السكنية بشوارعها الموزعة بشكل شبكي. انتشر نمط شبكة الشوارع هذا إلى كل المدن الجديدة. إنه شكل هندسي، حيث تكون الشوارع متعامدة مع بعضها بعضاً وتتقاطع الشوارع الكبيرة مع الصغيرة. لا بد من أن تنتهي المعركة ضد الفرس على الأرض بالهزيمة، بما أن لديهم نحو 1,000,000 رجل تحت إمرتهم. في المرفأ العسكري بنوا 10 أضعاف عدد السفن ثلاثية المجاديف التي كانت لديهم، إذ كان لديهم 20 واحدة فقط، والآن أصبح لديهم 200. كانت ابتكاراً حقيقياً، صممت لإغراق العدو قبل الصعود على متن سفينته، إذ تم تعزيز النتوءات فوق الخط المائي بألواح معدنية. تمكن ثيموستوكليس من استدراج الأسطول الفارسي الذي كان أكبر ب3 مرات من الأسطول اليوناني إلى بعض المضائق. كان نصراً مبهراً. في سلامس قاد اليونانيون الفرس إلى فخ مميت، وابتهجت أثينا بأكملها. عندما هزم الأثينيون الفرس في معركة سلامس، جعلهم ذلك المدينة الرائدة في اليونان القديم. أصبح الأثينيون حينها حكام البحر، لكن تكبدت مدينتهم خسائر فادحة. بالتأكيد بين العامين 480 و479 قبل الميلاد، بعدما غادر الفرس إقليم أثينا، كانت أثينا مدمرة والنار تأكلها، ودمر الأكروبوليس تماما. إنها كارثة. أهم شيء حالياً هو حماية الطريق إلى البحر. المسار الذي يربط أثينا ببيرايوس كان محاطاً بالجدارين الطويلين. ضم هذا الممر المركزين الحضريين أثينا وبيرايوس، وبهذا سيكون للمدينة الداخلية ميناء خارجي محمي ولن تجوع أبداً. كان ممراً كبيراً نوعاً ما ربط بين مدينتين، فكان هذا مكاناً محصناً ومعقداً برأسين، أحدهما عند السهل والآخر عند البحر. في عصر بيركليس كانت الجدران البالغ ارتفاعها 7 أمتار تحيط بممر ضيق يبلغ عرضه 183 متراً، فبإمكان عدد قليل من الرجال أن يدافعوا عن مساحة صغيرة كهذه، وكان الوصول إليها سهلاً من الطرفين. في أوقات السلم كان لهذا المعبر إلى البحر استخدام آخر، وهو حل مشكلة الغذاء في المدينة. ستتمكن أثينا من استيراد الطعام الذي ينقصها وحتى تصدير منتجاتها، ومن ضمنها خزفياتها الشهيرة. وسرعان ما أصبح نصف القمح الذي يستهلك في أثينا يستورد من وابيا وتراقيا ومصر، وأيضاً من المدن اليونانية عند مضيق البسفور وممالك الشواطئ الشمالية للبحر الأسود. سيطرت عملة أثينا الفضية على سوق البحر الأبيض المتوسط، وقدر الدخل المشترك لبيرايوس ومناجم الفضة ب65% من ميزانية المدينة. أصبحت أثينا محاطة الآن بجدرانها وبواباتها 9. داخل تلك الجدران المدينة بنفسها مبنية بشكل غير منتظم، بشوارع عريضة وضيقة تتوزع عشوائياً حول الهضبة. في أحياء الطبقة العاملة المنازل ضيقة للغاية، ولها أبواب ونوافذ صغيرة يأتيها النور من الفناء، وهو مركز نشاطات المنزل. هناك طابق أرضي فقط بغرفة أو غرفتين صغيرتين. بنيت الجدران من الخشب والآجر الخام والحصى، وكانت تربط بملاط مصنوع من التربة الخشنة. كانت الجدران تصنع عادة من أجر الطين المجفف تحت أشعة الشمس، وتتموضع على أساسات حجرية، ومن أجل أن تقاوم الماء والرطوبة كان بناء الجدران نفسها سهلاً وسريعاً ورخيصاً جداً، لأنها كانت مجرد طين، حالما تجصصها وتغطيها بسقف ستدوم إلى الأبد. كانت مياه الصرف تنساب في الشوارع غير المرصوفة، فكلما هطلت الأمطار أصبحت الشوارع لزجة حقاً. لم يرصف اليونانيون طرقهم كما فعل الرومان،
كانت في أغلب الأحيان مجرد حصن مضغوطة، كانت مجرد حصن وتربة مضغوطة. بنيت الطرق بسرعة كبيرة على مر العصور. في بريوس ليست هناك هضبة تعيق الطريق، فهناك في السهل كل شيء مخطط بدقة. مرت أثينا بتطور مذهل في القرن الخامس قبل الميلاد. أثينا هي عبارة عن تكتل لمائة وأربعين قرية أو بلدة صغيرة حول أثينا في أتيكا. كل تلك القرى مهمة وجميعها تساهم في قوات أثينا. عندما تمكن الأثينيون من تشييد المباني على الأكروبوليس، المعابد الرخامية الكبيرة، كانوا يتحكمون بأغلب الموارد في شرق البحر الأبيض المتوسط، ولذلك تمكنوا من توظيف أفضل المعماريين والرسامين والنحاتين. كان مكان صلاة هذا المكرس لأثينا عملاً هائلاً بطول 69 متراً وعرض 30 متراً. بالنسبة إلى التصور العام، التصور الفني للبارثينون كان بيد فيدياس الذي كان مستشاراً وناصحاً لبريكليس. يحاط هيكل البارثينون بستة وأربعين عموداً. هناك ثمانية من الأمام وسبعة عشر عموداً على كل جانب. يبلغ ارتفاع كل عمود من هذه الأعمدة الخارجية عشرة أمتار. تدعم قاعدة حجرية مرتفعة جدران الغرفة المستطيلة المقسومة إلى قسمين. نصب أثينا الذي يقف على منصة سيهيمن بأبعاده الضخمة المبهرة على الغرفة الأكبر. الرجل وراء هذا الإبداع وخلف هذا البرنامج كان يدعى فيدياس، الذي كان نحاتاً وهو من صمم مخططات المبنى التي تم تنفيذها، كما كان النحات الذي نحت نصب الذهب والعاج الذي كان يقف في الأكروبوليس. ضمت الغرفة الأخرى الأصغر كنز الحرب من ديلوس والأضاحي المقدمة للآلهة. لا شيء كما يبدو، وتبدو خطوط البارثينون مثالية. في الحقيقة، لتحقيق هذه الدرجة من المثالية لم يكن لدى المعماري خيار سوى تصحيح المنظور قليلاً. لكي نوضح الأمر لكم، بالغنا فيها عمداً. لو أن الصرح بني على أرض مستوية، هكذا كان سيبدو من الأرض، أعمدته متباعدة قليلاً من الأعلى. استخدم اليونانيون نقطتي تلاش لتعويض ميل الأرض، وبالتالي حني الأعمدة قليلاً إلى الداخل. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأعمدة عند الزوايا أكثر ضخامة لتبدو بارزة، وإلا كانت ستبدو أنحف من البقية. من الواضح أن يونانيي القرن الخامس قبل الميلاد أتقنوا قوانين البصر والمنظور. هذه التصحيحات هي أعظم ما في عمارة البارثينون. الخط المستقيم ليس ما يجعل البارثينون تحفة فنية،
بل الانحراف عن المستقيم. فالحقيقة هي الشيء الذي تراه أعيننا وليس ما تفرضه قوانين البناء. لبناء هذا الصرح الرائع من الرخام وجب عليهم التغلب على صعوبات عدة. أقرب مقلع للرخام يبعد 16 كيلومتراً من الموقع على جبل بنتلي. كل القطع نحتت مسبقاً في الموقع وشكلت ببعض البروزات لرفعها. تزن كل قطعة ما بين 2 إلى 5. حملت القطعة على عربة تجرها الثيران. نعلم أن الثور بإمكانه اجتياز 1.5 كيلومتر في الساعة، فيمكننا حساب أن جلب كل قطعة إلى الأكروبوليس تطلب ما بين 5 إلى 7 ساعات. على المنحدرات الغربية للأكروبوليس يتسلم فريق ثان القطع الرخامية. أنشئ منحدر لحمل هذه القطع الحجرية الثقيلة والتي سينبغي الآن رفعها إلى قمة التل. كلف فريق ثالث بتفريغ ووضع القطع. لكن كيف تعامل أولئك القدماء مع تلك القطع التي تزن أطناناً بهذه الدقة؟ عرفنا منذ آلاف السنين كيفية نقل الحمولات الثقيلة، ولا تختلف التقنية عن ذلك كثيراً. نسحب الحمولة على سطح مستو ونرفعها بأذرع. لكن في القرن السادس قبل الميلاد أحدث أولئك المخترعون اليونانيون ثورة تقنية باختراع البكرة والرافعة. من خلال ابتكار العديد من الأنظمة التي تستخدم بكرتين أو 3 بكرات في انسجام تام، نجحوا في زيادة القوة البشرية بشكل كبير. ابتكر اليونانيون القدماء بعض آلات الرفع المذهلة. لنلقي نظرة على بعضها. لرفع الأحمال الثقيلة استخدموا رافعة مضاعفة تتكون من صاريتين كبيرتين متصلتين معاً في القمة. لرفع أو إنزال الحمل كان هناك حبلان مرتبطان بنظام الرافعة الذي يقلل من الضغط. بمقدور هذه الآلة رفع قطع تزن 2 طن لارتفاع 6 أمتار. لتوفير الوقت عليك أن تتمكن من التحرك حول الهيكل الذي تبنيه. إذن كيف تمكنوا من فعل ذلك؟ جهاز الرفع المتحرك هذا ركب على عجلات حتى يتحرك بشكل جانبي. بهذه الطريقة تم تجميع هذا المبنى بأكمله باستخدام منصة متحركة. ثبتت قواعد الصاريتين الكبيرتين على جانبي المنصة، وكانت هناك آلات رفع تستطيع العمل على عدة صقالات في نفس الوقت. لنلقي نظرة على هذه الوحوش الغريبة. يتكون المصعد رباعي الأعمدة من صقالة من 4 عوارض عمودية، وكانت منصته العلوية تدعم عمود دوران رحوياً. يمكن رفع أوزان تصل إلى 2 طن داخله. كانت معرفة اليونانيين الفريدة بالرياضيات والهندسة هي التي أنتجت البارثينون. هناك 1000 عامل في الموقع. يتكون كل عمود من 10 إلى 12 كتلة مثبتة في مكانها بواسطة مسمار معدني. بمجرد تركيب العمود يكمل فريق من نحاتي الحجارة زخرفته. في الوقت الحاضر تحرص تقنيات الترميم على إعادة إنتاج هذه التقنيات القديمة بإخلاص، وبمجرد وضع العنصر في مكانه نقوم بنحته أيضاً. كان لابد من تشييد 46 عموداً ارتفاع كل منها 10 أمتار لبناء هذا المكان للصلاة الذي سيصبح أجمل رمز للعمارة الكلاسيكية. يتميز البارثينون بكونه مكان صلاة على الطراز الدوري، دمجت فيه عناصر من الطراز الأيوني. النمط الدوري بسيط للغاية، والأعمدة ليست لها قاعدة. إنها مهيبة للغاية وتصميم تيجانها بسيط، إلا أن الطراز الأيوني يتميز بقاعدة عمود مصبوب ورأس ملتف في الأعلى. أسلوب منمق أكثر وأكثر دقة. يجمع البارثينون بين الأسلوبين الدوري والأيوني، وهذا تمييز جغرافي أكثر من أي شيء آخر.
اخترع النظام الدوري في شبه جزيرة البيلوبونيز وفي العالم اليوناني الغربي. النمط الأيوني موجود في جزر بحر إيجا والساحل الغربي لآسيا الصغرى، وأثينا هي عند نقطة اتصال منطقتي النفوذ هاتين. إذن إنها لعبة معمارية وفي الوقت نفسه لعبة سياسية. يمكننا القول بطريقة أو بأخرى إن أثينا هي اليونان. توجد أعلى تيجان الأعمدة قطعة تسمى الساكف، يليها الإفريز المنقوش الملون. من الداخل ومن الخارج كانت بيوت الصلاة تلون دائماً بألوان زاهية، الأزرق والأبيض والأحمر والذهبي. كانت بيوت الصلاة اليونانية متعددة الألوان، حياة اليونانيين كانت متعددة الألوان، لذلك كانت حركة المواد الخام جزءاً من الروح اليونانية في العصور القديمة. اليونان القديمة وأثينا القديمة يجب أن تظهر دائماً متعددة الألوان. تلاشت الألوان مع مرور السنين، وبعد قرون أصبح اللون أبيض بسبب عمره الطويل. أخيراً أعلى الإفريز ظهرت القوصرة ذات الشكل المثلث. في متحف الأكروبوليس يمكننا إظهار إعجابنا بإعادة بناء تلك القوصرات. نحتت على الشرقية ولادة أثينا المسلحة من رأس ملك الآلهة زيوس، بينما تروي القوصرة الغربية المبارزة بين أثينا وبوسايدون، وكلاهما تواق إلى أن يكون حامي المدينة. أحضرت أرقى المواد إلى أثينا، الرخام الأبيض من جبل بنتلي بالطبع، بالإضافة إلى أنواع أخرى ملونة مخصصة لتطعيم الأرضية جلبت من كل أنحاء اليونان، وكلف حرفيون مشهورون بها. كان قرار بناء أمكنة الصلاة هذه يعني تشغيل عدد ضخم من الناس، ويصف فلوتورخوس حرفياً عشرات المهن لإحضار الرخام على الحيوانات التي ستجلب الرخام وتحمله إلى القمة من أجل الرسامين والنحاتين والنجارين. استلزم الأمر عشرات المهن ومئات الأشخاص لبناء هذه الصروح المهيبة. تخيلوا الجهد الكبير الذي بذله القدماء، 22,000 قطعة، 100,000 طن من الرخام بالمجمل استخدمت لبناء البارثينون. تطلب بناء البارثينون معمارياً 9 أعوام فقط، واستمروا بالعمل على المبنى إلى 6 سنوات أخرى لإكمال النحت والزخرفة. داخل البارثينون كان بإمكان الأثينيين الاستمتاع بمشاهدة نصب أثينا العملاق الذي يبلغ ارتفاعه 12 متراً، وهو مصنوع من الذهب والعاج. بني نصب أثينا باستخدام عملية معروفة جيداً لدى اليونانيين القدماء، بني نموذج بحجم النصب على إطار خشبي، أضافوا العاج لتصوير الجلد ثم غطي بصفيحة ذهبية وكان وزنها لا يعقل، طناً من الذهب. وعلى رأس النصب غطاء رأس من الذهب المطرق. ندعو نصب أثينا بنصب كريسيليفانتين لأنه كان مصنوعاً من الذهب أو كريسوس في اليونانية، والعاج أو إليفاس. لم يكن نصباً للعبادة، لم يسجد الناس أمام ذلك النصب، لكنه كان بطريقة أو بأخرى قرباناً من الأثينيين إلى أثينا. مرآة الماء أمام التمثال مثيرة للاهتمام. هل تمثل رغبة جمالية في تجميل الآلهة أم لإبقاء الناس على مسافة منها؟ في الحقيقة كانت هناك لترطيب الهواء. كان لابد من الحفاظ على عناصر العاج في النصب، وإلا كانت ستجف أو حتى تتشقق. صنعت العينان من أحجار ثمينة. هذا النصب العملاق المغطى بصفائح الذهب كان قرباناً وهدية رائعة للغاية من الأثينيين إلى الآلهة الأم ليشكروها على بركاتها. لكن كل الثروة المعروضة كانت أيضاً صندوق ائتمان للمدينة، والذي يمكنهم الاعتماد عليه إن لزم الأمر، خاصة في وقت الحرب. يقدر سعره بضعف سعر البارثينون الذي كان يقف داخله.
في فترة حين كان يجب إعادة تشكيل أثينا بصفتها مركزاً للعالم، قرر بريكليس أن ينقل كل الفضة والذهب من ديلوس إلى أثينا وتخزينها في البارثينون، بمثابة خزنة للجزية السنوية التي تدفعها 200 مدينة في عصبة ديلوس لضمان الدفاع عنها. استخدم الأثينيون هذا الكنز لكل معاملاتهم الداخلية. عرفنا أن الديمقراطية أصبحت في النهاية أمراً مكلفاً، حيث دفعت رواتب القضاة جميعاً، ودفعت رواتب أعضاء البويال وهيئات المحلفين، وجاءت هذه الأموال أيضاً من الجزية التي دفعها الحلفاء. إنه ليس نصباً، في الحقيقة إنه مصرف. تطلب بناء البارثينون 15 عاماً، وكان ذلك مذهلاً بالنسبة للناس حينها. القدرة على بناء شيء ضخم وجميل لتلك الدرجة وفي ذلك الوقت القصير بقي إنجازاً معمارياً مذهلاً، قال عنه بيركليس: ستتفاجأ العصور القادمة بنا كما يتفاجأ بنا عصرنا الحالي. منحوتات فيدياس على البارثينون مبهرة بشكل خاص، مع أن رؤية بعضها لم تكن سهلة كالإفريز على السقف، لكن الآن نستطيع رؤيتها بأعيننا بعد إعادة بنائها كلياً في متحف الأكروبوليس. هذا الإفريز هو شريط منحوت بطول 160 متراً وعرض متر، يظهر موكب مهرجان عموم أثينا المنحوت بدقة في نقش يبلغ عمقه 6.5 سنتيمترات. كان مهرجان عموم أثينا هو المهرجان الرئيسي في أثينا لتكريم الآلهة أثينا، وكان يحتفل به بشكل كبير جداً كل 4 سنوات، لكنهم كانوا يقيمون احتفالاً في كل عام بمناسبة عيد ميلادها. في تمثيل فيدياس لبداية هذا الموكب نستطيع تمييز جميع المشاركين من موسيقيين وفرسان وقساوسة وفتيات صغيرات يحملن الأضاحية وحيوانات معدة للتضحية. كما كانت هناك أحداث ثقافية، شعر وخطابة، بالإضافة إلى منافسات رياضية. في الأيام المهمة كانوا يقيمون الألعاب والمنافسات، كان لديهم موكب ضخم وكانوا يضحون بمئات الماشية، كانوا يقدمون النصب بفستان منسوج جديد، كان لديها لباس جديد كل عام، كانوا يفعلون كل ما في وسعهم لإرضاء الآلهة. بناثنية تعني كل شيء من أجل أثينا. كان تعداد السكان في أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد نحو 400,000 نسمة. لم تكن هناك مدينة أخرى تنافسها في زمانها. قسم المجتمع إلى مجموعتين، المواطنين وغير المواطنين، الذين شكلوا الغالبية العظمى. النساء والأطفال كان عددهم يقدر ب100,000. طيلة حياتهن اعتبرت النساء مواطنات من الدرجة الثانية للاعتناء بالمنزل وتربية الأطفال. وبعدها يوجد لدينا 40,000 غريب في المدينة، والذين كانوا يسمون بالميتك، وكانوا بمعظمهم حرفيين مشهورين وتجاراً يعملون ولا يصوتون، كما كان في المدينة أكثر من 120,000 عبد. بينما كان لدى أغلب الناس غرفة أساسية وغرفتا نوم، تضمنت منازل الأغنياء العديد من الغرف متمركزة جميعاً حول الفناء الذي هو قلب المنزل والذي يصل من خلاله المرء إلى الشارع. كان الفناء مرصوفاً ومحاطاً بالأعمدة عادةً، تضمنت منازل الأغنياء آباراً خاصة، وكان فناؤها مكاناً للتواصل الاجتماعي والعمل. من الأمام هناك جدران من الآجر الخام على قاعدة حجرية مزينة بجص من الجير لتبييضها، بالإضافة إلى نوافذ ضيقة وسقف من القرميد الطيني. في المنزل المريح هناك بهو ومنطقة استقبال مجاورة للرجال فقط تسمى الأندرون. هذه هي الغرفة التي يظهر فيها المرء مكانته الاجتماعية. توجد مقاعد على طول الجدران ليستلقوا عليها، كما أنها غرفة الولائم، وحينها كانت خاصة بالذكور. كما كانت هناك غرفة أو عدة غرف لتخزين الطعام، حمام، مطبخ مع موقد على مستوى الأرض، بعض غرف النوم وغرفة طعام. عاش الناس في الخارج طويلاً، لذلك لم يفكروا في الأثاث كثيراً، كان شيئاً نفعياً في الأساس،
وكانوا دائماً سعيدين بالخروج إلى الاحتفالات الدينية التي تجمع كل الأثينيين. تكريماً لإله المشروب، أقيمت احتفالات الديونايسيا في المسرح. المسرح الذي نراه اليوم يعود إلى العصر الروماني. إنه في موقع المبنى القديم الذي بناه بيريكليس من الخشب، لكن لم يبقى منه شيء الآن. لكن سيبقى أول مسرح في العالم الغربي محفوراً في الذاكرة الجماعية إلى الأبد. كان مسرح ديونايسوس بناءً هائلاً. كان المكان الذي أقيمت فيه الكثير من الاحتفالات الدينية المكرسة كلها لآلهة المشروب. لا يشبه المسرح اليوناني المسرح الذي نعرفه اليوم بتاتاً. إنه ليس بغرض التسلية. في المسرح تنظم القصص التي يحتاج الجميع أن يعرفوها لتكوين فكرة عن أنفسهم، فكرة التعاون والروح المشتركة. إنها قصة تروي كيف تشكلت المدينة، كما أنها تتناول القضايا المعاصرة الحاسمة للمدينة. إنه أشبه بمدرسة أو جامعة. إنه مدرج يلقون فيه الخطابات المذهلة، لكن تلك الخطابات كانت عن المبادئ المؤسسة للمدينة والحياة المدنية. لم تكن لدى حضارة قديمة أخرى فكرة جلوس العامة في دائرة حول الحدث. هذا المسرح الخشبي في جانب التل مربع، لكنه مقسم إلى مستويات لتأمين الراحة البصرية للمشاهدين. ليست هناك جدران، المشهد الوحيد هو الطبيعة. كان المسرح مدعوماً بصخرة الأكروبوليس الطبيعية. كانت صفوف مقاعده مستقيمة. كان الصف الأول محجوزاً للنخبة والقضاة، وكان مصنوعاً من الحجارة. ارتفعت خلفه صقالة خشبية مكونة من 45 صفاً من الألواح الخشبية، كل منها بعمق 65 سنتيمتراً لبقية الجمهور. تم وضع أمامهم مسرح مزدوج بمساحة دائرية تسمى الأوركسترا، مسرح من الطين كان يستضيف الجوقة والمغنين والراقصين والموسيقيين، ومنصة خشبية ضيقة بطول 3 أمتار و30 سنتيمتراً. في أيامها الأولى كانت تتغنى وتمدح الأبطال اليونانيين، ولكن خلال القرن الخامس قبل الميلاد ولد هنا المسرح والتراجيديا. على الأكروبوليس يهيمن البارثينون على المكان المقدس، لكن لا شيء يفصل ذلك المكان عن عالم البشر. يحتاج المكان إلى بوابة. هذا المدخل الساحر للأكروبوليس يسمى البروبيليا. أراد بيركليس أن تكون مذهلة، ولكي تعطي إحساساً بالاحترام عند الوصول إلى الأكروبوليس يجب أن تكون ضخمة. صرح مادي يمثل مدخل الحرم ويفصل بوضوح عالم البشر عن عالم الآلهة. كان التحدي الحقيقي للمعماري هو بناء هذه البوابة الأمامية العملاقة على تضاريس منحدرة للغاية. بناء البروبيليا كان غالباً أصعب من بناء البارثينون. ولكن في أثينا، حيث يفخرون بالعظمة والجمال، لن يكون مبناً بغرفة واحدة معقولاً. عالياً هناك على الصخرة عليك أن تقيم بوابة تليق بالمكانة. ففي النهاية هذه ليست لأي مبنى قديم، بل لبوابة عظيمة. كانت البروبوليا أجمل بوابات أمكنة الصلاة. إنها مصممة حول مبنى مركزي، غرفة مستطيلة ضخمة تصطف الأعمدة على جانبيها ويحيط بها جناحان جانبيان. تم التعامل مع بناء البروبيليا بشكل جميل. الجسد المركزي للمبنى بجناحيه على الجانبين فخم وغير عادي، واستغرق بناؤه أقل من 5 أعوام. استلزم 3230 متراً مكعباً من الرخام، لكن بذلك تحقق المدخل الرائع الذي أراده بيركليس. يحب الأثينيون إحاطة أنفسهم بالفن والجمال، ولذلك حول بيركليس الجناح الشمالي من البروبيليا إلى أحد أول معارض الفن في العالم. كانت البيناكوثيكا غرفة تخزين صغيرة مملوءة باللوحات. كانت اللوحات جميعها على خشب، وهي مادة قابلة للزوال، ولذلك لم يعد هناك أي أثر لها. لكننا نعلم أنها كانت لمشاهد ميثولوجية،
مشاهد من حرب طروادة مثلاً، وأيضاً مشاهد من الميثولوجيا الأثينية. يؤدي الجناح الجنوبي الأصغر إلى الغرب، إلى مكان صلاة أثينا نايكي، أثينا المنتصرة الذي بني في العام 420 قبل الميلاد. بعد اجتياز بوابة البروبيليا، يرى الزائر أمامه نصباً عملاقاً لأثينا المسلحة بارتفاع يزيد على 9 أمتار. إلى اليسار، إلى جانب المباني الإدارية، نرى مبنى الأريفوريون، وهو منزل فتيات الأريفوري. وهن 4 فتيات شابات مختارات من النبلاء ليحكن كل سنة لباس أثينا من أجل مهرجان عموم أثينا. وإلى اليمين يجد الزائر ضريحين لم يعودا موجودين اليوم، ضريح أرتميس براورونيا وضريح أثينا إرغان. قبل الوصول إلى البارثينون المذهل، أنشأ اليونانيون حضارة استثنائية ظلت أثينا أفضل شعار لها، سيشاد بجمال إنجازاتها في جميع أنحاء العالم، ما يميز المجتمع الغربي بأسره بتراثه الفني الفريد. ستبقى لإرث أثينا القديمة في مجالات الفنون والكمال المعماري والتخطيط الحضري والعلوم والفكر مكانة مرموقة في تاريخ البشرية إلى الأبد، ولا تزال عظمة آثارها قائمة تذكرنا بالزمن السحيق للمدن الكبرى الأولى في العالم الغربي.